لن تقف هذه الحياة بمجرد أنك لم تقبل في العمل، أم أنك أضعت بعض الدرجات في امتحاناتك، أو حتى أنك خذلت من بعض الأصدقاء. إن الوقت يمضي دون أي عودة. اشكر والدك على كل لحظة وقف بجانبك لتستند عليه، وأخبر أمك بأنك تحبها رغم كل الظروف والضغوطات التي تعيشها. قل لصديقك أنت لا تشبه أحدا، لذلك أحبك. ثم قف أمام من تحب واخبره كيف حالك؟ أيزعجك شيء في هذا العالم؟ إن تشابهت ثانيتان في حياتك فأنت لم تعش أبداً.